السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض بغيوش بدون بيض وبدون دلك، سهل وسريع جدا، والأهم أنه كيجي هش ورطب كما كتشوفوا معايا هنايا، وكيجي رائع في المذاق، وكيعطينا كمية كثيرة ومقادير جد بسيطة وموجودة في كل بيت. نتمنى إن شاء الله أنكم جربوه، أكيد غادي ينال إعجابكم. إلا عجبتكم وصفة اليوم ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم اللي كيخليوني في استمرار وكيشجعوني على إعطاء المزيد. وإلا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فالمرجو الضغط على زر الاشتراك، كذلك ما تنسوش الضغط على الجرس إذا أردتم التوصل بكل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو قبصة من الملح، ملعقة من خميرة الخبز، الخميرة الفورية، ممكن كذلك تستعملوا الخميرة المعجونة، طبعا الخميرة كتبقى حسب الجو، 4 ملاعق من الزبدة، 4 ملاعق كبيرة، كأس غير ممتلئ من السكر. بالنسبة للقياس أو حجم هذا الكأس فهو 150 ملي، يعني كأس كيوزن 150 ملي. ملعقتان كبار من ماء الزهر مزهر، وهو كيبقى اختياري، يعني إذا ما متوفرش عندكم ممكن أنكم تستغنوا عليه. كيسين من الكاكاو، كل كيس كيوزن 7 غرام، أي أننا غادي نحتاجو 14 غرام. كيس خميرة الحلويات بيكنج باودر من وزن 8 غرام، وكيس سكر بنكهة الفانيلا من وزن 7 غرامات ونصف، ونصف كيلو غرام من الدقيق. يستحسن أنكم تستعملوا الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات. وبالنسبة لهذه المكونات غادي نجمعهم بالحليب الدافئ، يعني كمية الحليب الدافئ تتبقى حسب الدقيق، حسب امتصاص الدقيق، لأن الامتصاص الدقيق كيختلف من نوع لآخر. لذلك كنقول لكم ما تعتمدوش على الدقيق سواء في الحلوى أو في البغيوش، لأنه درجة الامتصاص ديالو ما كتكونش بحال الحال، يعني تتختلف من نوع لآخر. نمر على بركة الله لمراحل التحضير. إذا على بركة الله هنايا كما شفتوا وضعت الميزان في الأسفل باش غادي نعبروا أو لا غادي نقيسوا. نصف كيلو غرام من الدقيق، غادي نغربلو الدقيق. دائما الدقيق يكون مغرب الأيمن خلف أي وصفة سواء كان الكيك أو البريوش. إذا كما شفتوا معايا ها هي 500 غرام، غادي نقص شوية. من بعد غادي نضيفو المواد الجافة، غادي نضيفو السكر، ملعقة صغيرة من الملح، من بعد كنضيفو الخميرة، خميرة الخبز. بالنسبة للملح كما قلت لكم فالملعقة تكون ملعقة صغيرة، ملعقة من الحجم الصغير. بسم الله. من بعد كنضيفو خميرة الحلويات بيكنج باودر، كيس سكر بنكهة الفانيلا، يعني كنضيفو الأشياء الجافة هي الأولى، وكنخلطو هاد المكونات الجافة مع بعضها. من بعد غادي نضيفو الزبدة كما قلت لكم 4 ملاعق بهذا الشكل، ملاعق اللي تكون ملاعق كبيرة. يستحسن أننا نستعملو الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، هاي 3 و4. إذن من بعد غادي نبسبسو هاد الزبدة مع الدقيق، من بعد غادي نضيفو بسم الله ملعقتان كبار من ماء الزهر أو ماء الزهر. إلا ما متوفرش عندكم فماشي ضروري أنكم تستعملوه، يعني هو كيبقى اختياري. كنخلطو ماء الزهر مع هاد المكونات. الآن كنبداو بإضافة الحليب الدافئ. بسم الله كنجمعو العجينة بحليب دافئ حتى كتكون عندنا عجينة متماسكة. من بعد غادي نعجنو. بالنسبة لهذا فهو فقط عجن ماشي دلك، كما شفتوا معايا القوام ديال العجينة كيفاش كيكون. من بعد ما جمعنا العجينة فقط ما غاديش ندلكوها كما كتشوفوا معايا، ها هي هكا غير غنجمعوها، ما تحتاجش انها تدلك لاننا في الاول سبق لينا خلطنا المواد الجافة كلها. بسم الله غادي نقسمها الان الى نصفين. اذا كما شفتوا هنايا هذه الوزن ديالها 476، هذه كذلك يعني بنفس الحجم. الا ما متوفرش عندكم الميزان ممكن انكم تقسموهم بنصفين فقط بدون يعني بدون استعمال الميزان. غادي نشكلوا منهم الان هاد الكويرات، غادي نوضعوا واحده هنا والاخرى غادي نوضعوها هنا. هنا غادي ناخذ واحد النصف، غادي نضيفوا ليه
كيسين من الكاكاو من وزن 7 غرام، يعني غنضيفوا 14 غرام. كما شفتوا هنايا فكنغربلوا الكاكاو في غربال، وغادي ندخلوا هذا الكاكاو في العجينه. اذا على بركه الله كما شفتوا ها هي العجينه ديالنا، فاش دخلنا فيها هاد الكاكاو كما كتشوفوا اللون ديالها كيفاش كيكون، لون اسود. غادي نقسمها الان الى نصفين، والعجينه البيضاء الى لاحظتوا بان هاد العجينه مرخوفه او لينه على هاد العجينه، فممكن تضيفوا ليها نفس كميه الكاكاو من الدقيق. نقسموها كذلك الى نصفين، اذا كما كتشوفوا تقريبا نفس القياس 238 239 238. نقسموا كذلك هاد البيضه، غنشكلوا منهم كرات بسم الله، غادي نحطوهم جانبا ونغطيوهم بلاستيك غذائي ونخليوهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. اذا على بركه الله هنايا من بعد ما ارتاحوا مده 10 دقائق على بركه الله كما شفتوا كنغطيوهم باش ما كيتمشقوش لينا وما تشكلش القشره في الاعلى ديالهم. بسم الله بمساعده الدقيق نرشوا السطح جيدا بالدقيق، وغادي نشكلوها اولا غادي نبسطوها على شكل مستطيل، يعني غادي نشكلوها مستطيله تكون رقيقه، نحرصوا اولا نحاولوا انها تكون رقيقه لانها غادي تختمر لينا، غادي يرتفع الحجم ديالها كذلك ملي غندخلوهم الفرن فغادي ينتفخوا اكثر. اذا هنايا بنفس الطريقه غادي نسرحوا كذلك هاد العجينه السوداء اللي تكون قد هذه في الحجم، يعني يكونوا قد في الحجم ديالهم، نحاولوا اننا نشكلوها على شكل مستطيل كما قلت لكم في الاول. على بركه الله من بعد ما سرحنا او لبسنا العجينه السوداء بنفس قياس البيضاء غادي ناخذوا الماء العادي او ابيض البيض يعني اللي متوفر عندكم، غادي ندهنوا السطح ديال هاد البيضاء باش كتلتصق لينا مع الاخرى السوداء، سواء كما قلت لكم استعملوا الماء او ابيض البيض، كميه قليله فقط غير يعني باش ندهنوها. من بعد على بركه الله غادي نوضعوا هاد العجينه السوداء فوق الاخرى البيضاء على هذا الشكل، نحاولوا اننا نقادوها شويه. من بعد كما شفتوا معايا هنايا غادي نسرحوها بشكل طولي، بسم الله نسرحوها واحد شويه. اذا على بركه الله من بعد هنايا غادي نقسموها على نصف، بسم الله نقسموا هاد العجينه على نصف بهذا الشكل، وغادي ندهنوها نفس الشيء كندهنوها بالماء اولا ابيض بياض البيض. بسم الله على بركه الله الان غادي نبداو كنلفوا، غادي نلفوا هادي بسم الله على هذا الشكل كما قلت لكم، فغادي ينتفخوا يعني غادي ينتفخوا فاش غادي يخمروا كذلك غادي ينتفخوا بالفرن، داكشي علاش غادي نعملوها رقيقه. بنفس الطريقه غادي نلفوا هادي، غادي نلفوها من هاد الجهه بالاول بسم الله. اذا هنايا كما كتشوفوا في هاد الطرف غادي نحاولوا اننا نضغطوا عليها بالاصبع ديالنا، يعني كنغلقوها مع العجينه الاخرى باش ما كتفتحش لينا في الفرن، وكذلك ما تفتحش لينا ملي غادي تختمر، يعني خطوه او حاجه مهمه جدا وضروريه. دان هكا نسدوها مزيان، نغلقوها مزيان، نضغطوا عليها بالمدلك. بالنسبه للعجينه المتبقيه عندنا غادي نعملوا له نفس الشيء، نحاولوا اننا نقرصوها بزاف باش تسد لينا، وغادي نعملوا نفس الطريقه لهاد العجينه الاخرى، يعني نفس الخطوات اللي عملنا لهادي. اذا على بركه الله هنايا غادي نقسموها، اولا غادي نزول هاد الاطراف، كذلك هاد الاطراف غادي نستعملوهم يعني غنطيبوهم في الفرن ما يترماوش، وغادي نقسموها على حسب الرغبه. هنا غنقسمها على 4. اذا كما شفتوا هذا هو الشكل ديالهم هكا، نفس الطريقه غادي نعملوا الجهه الاخرى بسم الله. اذا ها هي.
اذا من بعد كندهنوا صفيحه الفرن جيدا بالزيت، لاننا في المرحله الاولى غادي نخليوهم يختمروا، من بعد عاد باش غادي ندخلوهم الفرن، لذلك كندهنوها جيدا باش ما يلتصقوش لينا. ممكن ايضا تستعملوا ورق الطبخ، نحاولوا اننا نخليو مسافه بين واحده واخرى لانهم غينتفخوا عند الاختمار وغينتفخوا مره اخرى في الفرن. اذا هنايا غادي ناخذوا اصفر بيض، غادي نستعمل هنايا اصفر بيضتين، ناخذوا اصفر بيضتين هكا. اذا هنايا كنحركوا البيض، ممكن تضيفوا لي بعض قطرات من الخل، وهذا هو البريوش ديالنا كما كتشوفوا. اذا هنا وهنا على بركه الله غادي ندهنوه الان جيدا باصفر البيض، بسم الله. من بعد على بركه الله غادي نوضع عليهم قليل من رقائق اللوز، طبعا ممكن تستعملوا الزنجلان او السمسم، او ممكن تخلوهم كما هما، يعني كيبقى زين طبعا، كيبقى دائما حسب المتوفر عندكم. من بعد غادي ندخلوهم الفرن على درجه حراره اللي تكون منخفضه باش ما يتحمروش لينا من الاعلى ويبقاو لينا خضرين من الداخل. اذا هكا، اذا متابعينا هذا هو الشكل ديال لي بغيوش ديالنا بعد ما كنخرجوهم من الفرن. اذا كما شفتوا كيجيو هشاشين ورطبين. ها هي هنايا قطعت لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. اذا هذا هو كما شفتوا المقادير ديالو جد بسيطه، وطريقه التحضير كذلك سهله وسريعه. نتمنى انكم تجربوهم، اكيد ان شاء الله غادي ينالوا اعجابكم، كيجيو روعه، خصوصا ديك الرائحه ديال ما زهر او ماء الزهر كيجيو رائعين. الى عجبتكم وصفه اليوم ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم اللي كيساعدوني على الاستمرار واعطاء المزيد. وإلا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فاشتركوا مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. إلى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم.